سميتي فوزية هموش، 25 عام، من مدينة تيزنيت. اليوم جيت نشارك في مسابقة ميس أمازيغ، إن شاء الله نتمنى اللقب يكون من نصيب ديالنا ولا من نصيب جميع الفتيات اللي جاوا باش يشاركوا. كنتمنى لهم حظ موفق. الحمد لله الأسئلة كانوا في المستوى، دوزنا الكاستينغ، كانت فينا الخلعة شوية ولكن الحمد لله كل شيء داز مزيان. الأسئلة كانوا الحمد لله الفنانين ديالنا الكبار اللي كيسولونا أسئلة كتعلقوا بالثقافة الأمازيغية وكل ما كيتعلق بالأمازيغ، وإن شاء الله كنتمنى حظ موفق للجميع. درنا شويه على هذه المسابقه، يعني كيفاش جاتك الفكره باش انا نشارك في هذه المسابقه؟ صراحه الفكره جاتني الناس، عائلتي هما اللي شجعوني باش انني نشارك في هذه المسابقه. كنبغي كنقول لهم شكرا لكم بزاف حيت شجعتوني، والحمد لله نتمنى نكون من ضمن الناس المحظوظين في هذه المسابقه ان شاء الله. الا حصلتي على اللقب شنو غديري بهذا اللقب؟ ان شاء الله نتمنى يكون لقب نصيبي. غادي ان شاء الله غادي نصرح بالمراه الامازيغيه من جميع يعني انواع الثقافات ديالها، من خلال اللباس، الدعم اللي كتعطيه المراه الامازيغيه للمجتمع ديالها، من خلال الصحه، من خلال الثقافه ديالها. وكنشكر بزاف اي امراه امازيغيه حره كتدافع على البلاد ديالها. شكرا بزاف. ازول، اذا اليوم كان كاستينغ ديال ميس امازيغ ولا تقليد نوفولكي اللي يعني كيحتفي من خلاله بالمراه الامازيغيه وبالنساء الامازيغيات. الوغ اليوم ما شاء الله كان اقبال كبير، يعني بزاف ديال البنات اللي هما جاوا باش يشاركوا في هذه المسابقه اللي كتمر عبر مجموعه من المراحل. في الاول يعني تلونسات البنات انهم يعني ها الشروط اللي خاصهم يكونوا فيهم وبيان ها شنو خاصهم يديروا باش انهم يشاركوا. واليوم يعني هما مباشرة أمام لجنة التحكيم اللي ما شاء الله يعني لجنة التحكيم اللي متكونة من فنانة ومن فنانات، من فاعلة يعني جمعويات، وكذلك من النساء اللي هما فاعلات سياسيات. و يعني نقدروا نقولوا ان النسخه ديال هذه السنه متميزه، يعني لا بالجميلات اللي جاوا يشاركوا معنا، لا بالاهداف ديال هذا يعني ديال هذه النسخه. فكيف ما كتشوفوا ان ميس امازيغ كيف ما كنقولوا ان الجمال هو كيبقى نسبي فقط، يعني الاساس في يعني في هذا الشيء هو كيفاش يعني المشاركه كتبريزونتي راسها، يعني الافكار اللي عندها وشنو هما الاهداف ديالها. يعني من بعد كنقولوا مثلا ها هي ميس، الوغ انت شنو هما الاهداف ديالك، ولا شنو الحوايج اللي تقدري مثلا تعاوني بهم او لا تفيدي بهم المراه ككل، يعني مغربيه او امازيغيه او المراه اون جينيرال. فوالا، يعني كيف ما قلت ما شاء الله كاين اقبال كبير من طرف البنات. دي كيستيون اللي كيتعطاو بطبيعه الحال كنقولوا الثقافه العامه، كنقولوا الثقافه الامازيغيه. بصح كاين مجموعه من الشروط اللي من ضمنهم انه يكون عندك العمر المناسب، وكذلك اللغه ديالك الامازيغيه تكون سليمه، وكذلك الثقافه ديالك الامازيغيه تكون يعني تكون في المستوى اللي تقدري تمثلي فيه يعني الامازيغيات في مختلف المحافل الوطنيه وكذلك الدوليه. هاد الدورة السابعة إن شاء الله، المهم غادي ما غاديش تعرف غير الحفل ديال ملكة جمال الأمازيغ، غيكون إن شاء الله واحد البرنامج متنوع على امتداد ديال 3 أيام، ندوة فكرية، مائدة مستديرة، معارض إن شاء الله، ولجنة التحكيم تبارك الله راه فيها واحد التنوع، كاينين قامات تبارك الله اللي متنوعة جامعة في كل شيء إن شاء الله، وكنتمنى التوفيق للجميع وشكرا.
شحال عدد المشاركات اللي شاركوا في هذا الميسا؟ كاين تقريبا كاين العدد اللي دفعوا الطلبات ديال المشاركه اللي تسجلوا في الجامعه كاين تقريبا 80. وان شاء الله رئيس الحكومه غنوجه ليه الدواء كرئيس حكومه في نفس الوقت غنوجه ليه الدواء كرئيس ديال المجلس الجامعي ان شاء الله باش يشرفنا بالحضور وشكرا. الحسن انير عضو اللجنه ديال ميس امازيغ ديال سنه 2024. اليوم حنا كنتواجدوا في مركب الثقافي خير الدين من اجل اختيار بعض المتبادريات اللي غادي يلتقيوهم ان شاء الله اللجنه اللي هي مسؤوليه صعيبه. كاين منافسه صعيبه بزاف، كاين تقارب ما بين المتباريات. نتمنى التوفيق لكاع المتباريات ان شاء الله، ونتمنى نكون على قد المسؤوليه اللي تعطاتنا من طرف الجمعيه واللجنه المنظمه. اليوم كما شفتوا كاين اقبال كبير من الفتيات من جميع المناطق. اللي جميل هو انه كاين اهتمام بالثقافه الامازيغيه. الى حد الان شفنا مجموعه من الفتيات اللي هما فعلا كيستحقوا كاملين انهم يكونوا من يعني لي ميس امازيغ، يمثلوا الثقافه الامازيغيه. حتى الاهتمام ديالهم بثقافتنا وبالجانب الانساني والاجتماعي على مستوى جهه مسا، هذا الشيء كيفرح. وكنهني الجمعيه اللي خدات هذه المبادره هذه رغم انها توقفت ربما 3 سنوات، ولكن هذا العام ان شاء الله رجعت بقوه. كنتمنى التوفيق لكاع الفتيات اللي غادي يدوزوا قدام الجا ان شاء الله. أزول معكم المصممة يوهام محمد. كما كتعرفوا دابا هذه الدورة من الدورات ديال ميس أمازيغ، يعني ملكة جمال أمازيغ. وكما كل عام حنا كمصمم كندير فد يعني في الإقصائيات، خصوصا في الإقصائيات كنديروا اليوم واحد الزي موحد باش نتسناو عاود الدورة النهائية، وديك الساعات عاود غادي يلبسوا لبسة أخرى. يعني كل منطقة يقدر يلبس، كل منطقة كل مشاركة تلبس المنطقة فين هي أصل ديالها. من طبيعة الحال كيف تعرفوا الدورة ديال هذه السنة غتكون دورة يعني جد متميزة بالإقرار ديال صاحب الجلالة، إقرار يوم السنة الأمازيغية يوم عطلة، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للأمازيغية. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.